أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، وعاد إلينا من جديد بعد فترة غياب وبعد أجازة رمضان. أي نعم، كان يعني في ظهور مميز في حد الألعاب مع فريق ضحكة الجريئة، بس أستاذ حسن المستكاوي متغير بطبيعة الحال، هنا شكل وهنا شكل، والنهاردة جه وقتنا مرة تانية مع صندوق المستكاوي. أستاذ حسن، أهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا ابراهيم، ومساءك زي الورد وايامك كلها ورد يا رب. يا رب على الناس كلها. اخبار حك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. افتقدناك وافتقدنا التقييمات، وانا افتقدتك جدا طبعا بشوفك يعني، لكن انا افتقدت طبعا القعده معاك يعني. ربنا يبارك في عمرك يا رب استاذ حسن. طيب خلينا نبتدي معاك بالزمالك والطايره، ومكسب للطايره مهم. الفتره اللي فاتت دي كان فيها نهائيات كتير قوي يعني، في رمضان يد وطايره ودوري وكاس، والماتشات كتير جدا ومتعاقبه وتعادلات، ويكملوا تاني يوم وحاجات كتير كده. الرياضه مش كوره بس، الرياضه حاجات كتيره، والالعاب جماعيه طبعا كلها، وحتى الخماسي الحديث بتاعنا عمل نتائج كويسه في كاس العالم النهارده يعني. ومبروك للزمالك الكاس النهارده، انا شفت اخر لقطات لان انا كنت جاي في الطريق طبعا. ومبروك الكاس والجمع ما بين الكاس والدوري يعني، يستحق التهنئه طبعا اكيد. مش يعني حضرتك ملاحظ انه المشاهد في الفتره الاخيره بقى بيهتم بالالعاب الجماعيه، فكره ان هو كان محتاج حد بس يزعها له، كان محتاج حد يفرجه على الماتشات يعني، لانه الناس بطبيعه الحال عندها نهم متابعه الرياضه ورا انديتها يعني. جمهور الزمالك بيتابع الزمالك في اي حاجه، جمهور الاهلي هيتابع الاهلي في اي حاجه. الفتره الاخيره بقى في زخم كبير، بقت الناس بتهتم بالطايره واليد والسله وكل الالعاب يعني. طبعا بص يعني دايما في قضيه كده قديمه في الاعلام، الاعلام المكتوب خصوصا يعني. مين اللي ينشر اللعبات الثانيه؟ مين اللي يخلي للعبات الشهيده جمهور؟ صحيح. الصحفيين والاعلام لازم يكتبوا ومش عارف ايه. الحقيقه دور التلفزيون اللي بتتعمل دلوقتي بصراحه يعني ان الناس تتفرج على العاب، ودي وجهه نظري من زمان الحقيقه، وكنت بقول يا ريت كمان بطولات الجمهوريه للسباحه لان تتذاع برضه يعني، يا ريت كل الالعاب اللي ممكن يبقى فيها مساحه للنشر او ان الناس تشوفها، دي مهمه جدا جدا عشان الناس تعرف الرياضه فيها حاجات جميله. صحيح. هي خطوه احيانا كمان بيبقى فيها مجازفه شويه من ادارات القنوات يعني. هنا في اون تايم الحقيقه برضو الناس اخذت وقت يد طايره، حتى الناس كمان كانت لما تيجي تتكلم في الطايره او تيجي تتكلم في اليد في برنامج شكل الكوره بتاع الكوره، كانت تقول لك يا عم انت احنا عايزين الكوره مش عايزين طايره. بس دلوقتي الناس لا يعني، لا في جماهيريه كبيره. انا عايز اقول لك مثلا السوشيال ميديا كلها ما وراهاش غير البطوله ديت، ووقت الاهلي ما كسب السوشيال ميديا كلها ما وراهاش غير البطوله دي. ده من وجهه نظر التشجيع والشعور الكبرياء بالانتصار يعني. ده طبعا دي حاجه مهمه جدا، بس انا كمان لازم في جزء تاني مهم قوي موازي لده، انك تكون بتحب الرياضه وبتحب اللعبه. صحيح. فتحب تتفرج عليها وتحب المنافسه يعني، ده بيخلي متعه يعني. انا بتفرج على كره طايره، انا مش بشجع لا الاهلي ولا الزمالك، لكن يبقى في ماتش حلو ما بين الاثنين انا قاعد مستمتع يعني. برضو تاني انا بحب الرياضه، فيعني ده جزء لازم الناس تبقى. لفت انتباهي نقطه من خلال الفترة الأخيرة، على اعتبار إن أنا حظ البرنامج دايما بيبقى في ظهر ماتشات نهائية، سواء في الدوري أو في الكاس في اليد أو في فبدأت أتابع أكتر بصراحة. أنا أمين يعني. العلاقة ما بين لعيبة الأهلي والزمالك في اليد والطايرة بحسها نقية جدا، واضحة للناس، ما فيهاش الشد والجذب يعني، ما فيهاش الاحتكاكات، ما فيهاش الأمور اللي شبه كده يعني. النهاردة لقطة ما بين نجوم الاهلي والزمالك كلها مواد هعرض لحضرتك وهعرض لك برضو في اليد يعني. اقصد ليه لعيبه الطايره ولعيبه اليد عندها الحته ديت، لعيبه الكوره انا عارف ان هم بره الملعب علاقتهم كويسه، لكن انا عايزك جوه الملعب تظهر العلاقه الكويسه ديت طبعا عشان الجمهور يتاثر بيك يعني. طبعاً. بص اللقطه يا استاذ حسن. طبعا لقطه جميله جدا، وهي دي الرياضه والكرة كده، وهم بره الملعب انا عارف انهم اصحاب جدا. ليه بقى جوه الملعب بيتعفرطوا على بعض؟ ما دي رساله لعيبه الاهلي والزمالك قبل ماتش السوبر. خليني ادونا مشهد حلو صريح يعني. حتى ياريه. ساعه اللعب بيبقى فيه شويه توتر وشويه كده، لكن بعد المباراه انت انا بتكلم على الكوره بقى. بعد المباراه على طول، قبل المباراه وبعد المباراه لازم يبقى فيه مشهد زي ده علشان
تصدر للجمهور ان ال 90 دقيقه كانوا منافسه وانا عايز اكسب وهو عايز يكسب، مفيش مانع، ده حق مشروع للاثنين. صحيح. انما احنا رياضه، هارد لك للي خسر، مبروك للي فاز، وهي دي هي دي طبيعه الرياضه وجوهر الرياضه. اتمنى لعيبه الكوره يدونا مشاهد شبه كده، يدونا مشاهد شبه كده في الملعب. هم مسؤولين على فكره ان هم يصدروا للراي العام وللجمهور المشاهد الايجابيه، يعني عشان مشاعر الاحتقان دي تخف شويه. بصراحه استاذ حسن برضو خلينا، انت عارف دايما انا بحب اقعد اتكلم معاك عشان خاطر هي الامور تقريبا اللي الناس بتتكلم فيها. بحس ايه احيانا بتوع الكوره، كاستخدم اللفظ ده، بتوع الكوره بيلعبوا شويه على ترند السوشيال ميديا اللي هو ايه، خناقات الجماهير مع بعضها. ففي الملعب يبقى في ما بيننا وما بين بعض ايه خناقات كده وبتاع ونسخن الدنيا وبتاع، لكن بحس بتوع اليد والطايره والسله مهادنين مسالمين جوه الملعب زي بره الملعب. انا هيبقى في تنافس بس انا ما عنديش حاجه تانية ممكن اتخانق عليها اكتر من المنافسه فقط لا غير. ما فيش حته جمهور الكوره بالملايين. وفي لعيبه كوره الفولورز بتوعهم عددهم اكتر من عدد 10 دول مع بعض. ماشي. يعني ده حقيقي، فدي دي حقيقه يعني، يستغلوها بقى في الصالح الاحسن. بالظبط. لكن العام. في النهايه تأثير السوشيال ميديا في العشرة 15 سنة الأخيرة مش على مصر بس ولا الرياضة المصرية، ده كويستشن عالمي يعني، أو مسألة عالمية. أن يعني العنف زاد شوية، زاد في الملعب شوية، زاد كمان بسبب تعليقات السوشيال ميديا. صحيح. لأن السوشيال ميديا بتعلي حاجات، بتعلي وتسخن لعيبه، واللعيب يبقى شايل همه، والفلوس زادت ايضا من اسباب العنف. والفار ايضا اكتشفوا في دراسه عن الفار، تاثير الفار على العنف زاد شويه، لان الحكام اضعفهم الفار. بقى الجمهور شايف ان الحكم مش هو صاحب القرار، الفار صاحب القرار، ده في حد تاني صاحب القرار، وده اضعف التحكيم على مستوى العالم مش على مستوى النهارده كنت اتفرج على ماتش مانشستر سيتي وفولهام، في لقطه كده ال 20 لعيب حوالين الحكم. يعني صحيح. ما كانش بيحصل قبل كده في الدوري الانجليزي مثلا. يعني خلينا بقى نروح للاهلي والرجاء ومباراه امبارح، شفتها ازاي من وجهه نظرك وصعود الاهلي بمجموع المباراتين؟ هسألك سؤال. اتفضل. مارسيل كولر قال ايه بعد المباراه؟ قال ايه؟ لا انا بسألك، انت مش عارف؟ لا يعني قال ان المباراه كانت تكتيكيه وان احنا عملنا اللي احنا كنا عايزينه وحاجات اللي شبه كده يعني. قال بالنص يعني. انا عجبني جدا لانه ما طلعش يقول احنا لعبنا على النقطه ومش مهم الاداء، وكان المهم ان احنا نتخطى او نتجاوز هذا الدور. مارسيل كولر حسب ما انا قرات التصريح بتاعه يعني اتكلم انه ما كانش احسن اداء بالنسبه للفريق. لا اتكلم بالظبط، قال الشوط الاول الرجاء اجبرنا على ان احنا نتراجع الى الخلف، ما تركش مساحات، ضغطوا علينا، لكن احنا تحسننا في الشوط الثاني. ده صحيح. وده تصريح مدرب امين جدا مع نفسه ومع جمهوره. صحيح. ما طلعش قال الجمله البليده ان احنا كان مهم عندنا العبور للدور التالي، مش مهم الاداء. لا. لكن خلينا في الواقع يعني، الشوط الاول الرجاء كان ضاغط جدا على الاهلي، مفيش مساحات، حماسه الجماهير كانت مخليهم مضروبين في اربعه، وحماسه الجماهير. وانا حتى بتفرج على الماتش بقيت اقول انا عايز اكلم لعيبه الاهلي اقول لهم اهدوا، لان انت لو هادي حتى لو بتلعب في ملعبك خليك هادي، لان التوتر مأثر سلبيا جدا على لعيبه الرجاء. الرجاء عمل شوط اول في القاهره احسن 1000 مره من الشوط الاول اللي عمله في المغرب. الرجاء؟ طبعا. لا ده حسيت ان هو في ده حسيت ان هو في القاهره كتير. في القاهره فلما لعب في القاهره الشناوي مطلع جونين، انا اديله درجه 10 من 10 على الجونين دول في ماتش القاهره. الرجاء بست لعيبه فضل ضاغط على الاهلي، وهو اللي بيهاجم فيه الاربعه اللي ورا ما تحركوش خالص، ما هاجموش ولا الظهير الشمال ولا اليمين، هاجموا في القاهره.
انما الماتش في المغرب الماتش كان مختلف تماما، في توتر لدرجه العشوائيه. هم كانوا اهدى في الشوط الاول في القاهره. طيب متوترين جدا هناك في المغرب. مين اللي كان عشوائي؟ الرجاء العشوائي جدا في طبعا في المغرب كانوا عشوائيين لان التوتر كان كبير جدا بسبب الجمهور. الاهلي كان واضح ان عنده التزام دفاعي مميز، لكنه كان عنده مشكله في النقله الهجوميه. لا طبعا وانا ما بطلبش، في ناس تقول لك انت عايز الاهلي يهاجم؟ عشان الكلام يبقى واضح، رقم واحد انا دايما حتى لما بكتبه الواحد واحد انا مش عايز الاهلي كان يهاجم وهو بيلعب مع الرجاء في المغرب. مش عايزه يهاجم لان هو كسبان 2-0. طب انا صح مش عايزه يفتح خطوطه، يعني ما يفتحش خطوطك. لانك انت هتهاجم هتفتح مساحات. انت انا مش عايز الاهلي يعمل ده. ما تقوليش ان الاهلي لعب بواقعيه ولا بذكاء. لا، لعب بالممكن. ليه؟ ما الممكن هو الواقعي. يعني ماشي، يعني اللي في ايدي. بس انا كنت اتمنى ان الاهلي وهو بيلعب بره مع الرجاء يضغط شويه من قدام، يحرم ويوقف الرجاء من دخول المنطقه بتاعته. هل تفتكر انه السيناريو ده مثلا كان في دماغ كولر ولكنه استبعده لانه لما حب يعمل كده قدام سان داونز ما عرفش؟ لا سيبك من سان داونز، سان داونز ده حاله تانية خالص نتكلم عليها بعدين. لان انا عندي تجربه يعني مع سان داونز. تخيل ان هو ممكن يكون اتعلم من الموضوع ده فقال لك لا مش هعمل كده. لا انا عندي تجربه مع موسيماني مع سان داونز. انا بشوف انها كانت رائعه جدا. كان كسبان 2-0 في القاهره. وعمل ماتش كبير جدا وما فتحش مساحات ودافع ولعب 4-1 4-1 زي ما كولر عمل امبارح. لكن يعني انت ممكن تتعامل مع سان داونز بطريقه صح 100%. انك يعني يبقى عندك ليبرو زي رامي ربيعه لما لعب هناك. أيوة. بيتحرك عرضيا قدام الاربعه بتوعك. ماشي. فانت مزود الشكل الدفاعي يعني. ماشي. لكن قدام الرجاء كان ممكن بس تقابل من بره شويه. من قدام شويه تبعد الخطوره تقصد شويه. طبعا. طبعا انت يعني الرجاء بيعمل كرات عرضيه. بيخش طب عايز بنالتيات. اي واحده كان ممكن تلطش بنالتي يعني. يعني ما اتحسب واحد في اخر الشوط الاول وضاع طبعا. حتى كولر قال كنا محظوظين. دي نقطة تحول كبيرة طبعا. قال كنا محظوظين. ده توقيت ده زود التوتر على لعيبة الرجاء. صحيح. يقسهم شوية. انت لما تلعب بره انت فريق بطولة. لما تلعب بره ما بطلبش منك انك تدافع. لكن بطلب منك انك تحرم الخصم بتاعك من انه يدخل ملعبك. دي شغلة المدرب وشغلة اللعيبة. ودي صعبة يعني. يعني هو الكلام فيها بسهولة. لكن انت عشان تعمل ده عايز مجهود كبير جدا، مجهود بدني كبير جدا. حاجه متعبه قوي يعني. لكن لازم يتعمل لانك انت فريق بطوله. مع الدقائق العشره الاخيره مع نزول عبد القادر وطاهر واحساس لعيبه الرجاء انه الماتش خلاص بعد وجمهور الرجاء بدا يخرج من المدرجات، بدانا نشوف الاهلي بيهاجم وبيروح بواحده واثنين وثلاثه وكان ممكن يسجل يعني. حتى في الشوط الاول الشحات كان ممكن يخطف جون بشوطه مباشره. تاخر شويه فيها. يعني صحيح يعني. لكن إجمالا النتيجة جيدة جدا. لأن أنت تخطيت فريق أنا بشوف أنه قوي. وسيبك من موقفه في الدوري المغربي. صحيح. لكن الماتشات اللي لعبها والماتشين اللي لعبهم 180 دقيقة مع الأهلي ظهر أنه هو فريق كويس وعنده إمكانيات، ولكن لم يكن هادئا. هم اللعيبة بتوع الرجاء في المغرب كانوا متوترين جدا. فالتوتر ده خلاهم فعلا عشوائيين يعني. بدليل ان الشناوي ياخد 10 من 10 في ماتش القاهرة. مش هياخد 10 من 10 في الماتش اللي هناك. ليه؟ لان التهديد اللي كان على مرمى الشناوي مفيش تهديد حقيقي يعني. نص الملعب اللي اجاد امبارح ولا خط الظهر ولا المجموعه، تقدر نقول المجموعه الدفاعيه، المجموعه الدفاع كلها، مجموعه الدفاع الثلاثه ولا الاربعه اللي وراه كانوا طبعا كمان المهاجمين. الدور الدفاعي بتاع بيرسيتا وبتاع الشحات وبتاع كهربا كمان كان اعلى بكتير يعني من الدور الهجومي. نسبة يعني مذهلة يعني. 85% دفاع لكهربا بيرسيتا والشحات مقابل 15% هجوم مثلا او 20% هجوم. ايه اللي حصل لبيرسيتاو؟ هل هو بدا يحس ان الراجل واثق فيه فبقى بيزقه في الملعب؟ بيرسيتاو بقى انا بقيت احس ان هو بيتحرك
بثقه شويه، ولا الموضوع له علاقه بانسجامه اكتر واحساس وانه بدا يتعافى من مشاكل البدنيه اللي كانت عنده؟ لا لا انسجام لا يعني. لو لعيب هيقعد سنه عشان ينسجم مع الفرقه اللي بيلعب معاها دي تبقى شغلانه صعبه جدا. ما حصلت مع فلافيو. لا فلافيو برضه حاله استثنائيه يعني. طيب امال ايه؟ طب ترجح ايه؟ لا يعني عنده ثقه زادت بتاعته، عنده سرعات مهمه جدا، اعصابه هاديه ما بيهموش، مش بيتوتر، ودي ميزه في اللعيبه الافارقه بشكل عام يعني. ما بي يعني الضغوط مش بتاثر عليهم بشكل كبير يعني. وطبعا تكتيك المدرب والواجبات اللي هو ملزم بيها، بيدافع، مفيش حاجه مش هزار عند الراجل السويسري، بيدافع زي ما المفروض يبقى هاجم يعني. طبعا في ماتشات بيهاجم فيها اكتر من الدفاع. توقعاتك ايه الماتش الترجي، او شايف المباراه دي ازاي؟ لانه الترجي فاز امبارح وماتش صعب جدا جدا، في احداث شغب ومشاكل وحاجات غريبه. سمحت بس عايز اعلق على الشغب اللي انا شفته. شغب مريب. شغب مريب يعني مش طبيعي. ده نمرة واحد. نمرة اتنين حاجة مرعبة، أنا قلت عليها شيء مخيف. لا يمكن لا يمكن هذا مخيف. هذا سلوك مريب. واللي سمعني ممكن يفسر كلمة مريب دي كما يشاء. أنا مش هقولها، مش هفسرها. نمرة اتنين هو أنا بس بقول للاتحاد الأفريقي، حضرتك يا اتحاد افريقي، لو المشهد ده بعد الشر حصل في الكره المصريه او على ملعب مصري، انت كنت هتعمل ايه؟ ايها الاتحاد الافريقي، اما ان تكون الكاف او اما ان تكون كوكو. كوكو ضعيف جدا جدا. وارجو ان هم يكونوا سامعيني، لان لو يا اتحاد افريقي انت ما خدتش اجراء في الكارثة اللي احنا شفناها في ملعب رادس، انا مش دعوة بالاخوة التوانسة والكرة التونسية، دول حبايبنا احنا اشقاء، والترجي فريق كبير وفريق عظيم وفريق بطل من الابطال بتوع الكرة الافريقية. انا بتكلم على المشهد اللي احنا شفناه. الكرة المصرية عانت في يوم من الايام اتنقل ليها مباراة الى فرنسا بسبب كرة، بسبب طوبة، هناك شك في انها تمثيلية. انما الكارثة اللي كانت في ملعب رادس وتعدي كده، لا يجب ان تعدي، ما لا يمكن انها تمر. واذا مرت على الاتحاد الافريقي لا يروح يشوف يدير بقى لعبة تانية يعني. بجد يعني مشهد هذا مشهد مقلق مقلق. هذا مشهد مريب. عندنا احنا بس يعني في نقطة، بس احنا عندنا ثقة كبيرة جدا جدا في الاخوة التوانسة، في وجود الالي، في حسن الاستقبال وحسن الرعاية وكل شيء من هذا القبيل. لكن النقطة اللي بيتكلم فيها استاذ حسن هي نقطة مفصلية متعلقة بالشغب اللي احنا بنرفضه في كل حتة، سواء اذا كان في مصر او حتى بره. طبعا في انا بتكلم على اللي شفته. هو ده لو بيحصل في اي ملعب في اوروبا، ده لو في متفرج دخل الملعب النادي منشار كهرباء، دي حاجة انا عمري ما شفتها في حياتي. منشار كهرباء داخل منشار ازاي؟ زومبي داخل يقتل زومبيين. ازاي يعني؟ يعني هذا كلام ملوش علاقة لا بتونس ولا بالجمهور الترجي على فكرة، ولا له علاقة كمان بجمهور الترجي، ولا له علاقة بجمهور الكرة التونسية، ولا له علاقة بتونس كدولة. الكلام ده مش يعني ملوش. انا في مشهد لمدة نص ساعة وقفت الكوره، وقف الماتش، وقف. لا يمكن انه يكون مقبول. صحيح، لا يمكن انه يكون مقبول. بس طيب تعقيب كان مهم برضو في الجزئيه دي، ولسه عندنا بقى النقطه الفنيه في ماتش الترجي. بس استاذن حضرتك نروح لفصل، وبعد فصل نرجع نكمل. يلا حلو اخوك الضعيف دي برضو. طيب كنت بسأل حضرتك بقى من الناحية الفنية، مواجهة الترجي عاملة ازاي بالنسبة للنادي الاهلي، وايه السلبيات اللي الاهلي ياخد باله منها خلال الفترة اللي فاتت ديت يتعامل بيها بقى قدام الترجي؟ الماتش الاولاني هناك على ما اعتقد في تونس، الماتش الاولاني في تونس. اهم حاجة يعني الاهلي لما هيدافع هيدافع، ما يدافعش على ال 18، ما يدافعش في نص ملعب، يزق تلتين ملعب شويه، يدافع على الاقل يعني من نص الملعب. يعني يا ريت 10 متر او 5 متر من بعد دايره السنتر.
يبدا من هنا. ده عايز مجهود كبير جدا طبعا. بس هو ده الصح عشان تعود طبعا مع الهجمه المرتده مع جمله تتعمل تخطف هدف وهكذا يعني. شفنا الترجي قدام الزمالك يعني، ما بقولش دفاع بس يعني. ايوه شفنا الترجي قدام الزمالك، مواجهه كسب فيها الزمالك ومواجهه خسر فيها الزمالك. هل نقدر يعني نحطه كمعيار اللقاء ده ذهاب وعوده، نحطه كمعيار؟ بص الاوزان بتاعت الفرق بتظل ثابته يعني. الترجي فريق كبير، الاهلي فريق كبير، الزمالك فريق كبير، الرجاء فريق كبير، دي فرق كبيره في وبدليل ان اللي بدور الثمانيه ست فرق من شمال افريقيا وفرقه من جنوب افريقيا وفرقه من شرق افريقيا والشرق ده كمان جديده يعني، لكن غرب افريقيا مش موجود خالص. انا بتكلم على دور الثمانيه ابطال الدوري. أيوه. فده لازم يبقى ده ليه معنى ان الشمال الافريقي قوي، كورته احسن لاسباب كتيره جدا. فترجي مش هقول ان هو يعني مش هقول ان الرجاء احسن منه، انما هو فريق يستحق الاحترام ولازم الاهلي يتعامل معاه بمنتهى الجديه ولازم يكون تكتيكه بره ارضه ان يحرم لاعبي الرجاء من الاقتراب من منطقه 18 بتاعته، دي حاجه مهمه جدا. صحيح. وده دور هيبقى صعب قوي ولازم ينفذه الثلاثه بتوع خط الوسط اللي هيكونوا ثلاثه وقدامهم الثلاثه بتوع الهجوم، ده حتميا وهيثبت بقدر الامكان هيثبت الاربعه بتوع خط الظهر. واحده من افضل النسخ اللي بيقدمها صن داونز السنه دي في دوري الابطال، نسخه بيرفكت يعني انجاز التعبير. مواجهه مهمه قدام بس 4-1 بره والمدرب بتاعه اعتذر للجمهور علشان اربعه بس. لا وكورتهم حلوه والله بجد حلاوه، بحس ان هو بحس ان هم لو لعبوا وهم متغميين برازيل الدنيا تمام. ده ايه دول البرازيل زمان يعني مش دلوقتي، البرازيل دلوقتي اوحش منهم بكتير لكن دول البرازيل زمان. طيب ده يخليني اسال حضرتك، هتشوف ازاي برضو يعني الكل بيتوقع ان هم يعدوا اصلا يوصلوا للنهائي، يعني الكل يقول لك صن داونز موجود طرف في النهائي، بس هو عنده برضو مواجهه مهمه الوداد، يعني برضو فرقه تقيله، فرقه قويه جدا، فرقه بتلعب كره سهله، كره بسيطه، حافظين بعض، بيتحركوا الحركه الكتير دي هو السر بتاعهم. التمرير الكتير ده السر بتاعهم. ان هم مش مبسوطين يعني تحس انهم شغالين مزيكا وهم بيلعبوا كل واحد حاطط سماعات بيرقص على بيرقص على النغمه يعني مبسوطين وهم بيلعبوا كوره. ده ايه، بتبقى جوده لعيبه ولا قدره على التحفيز وصلت لمستوى ان اللعيبه بتلعب وهي موضوع سهل يعني؟ بص هم يعني دول بيلعبوا كده من زمان مع موسيماني وبعد موسيماني، والغريب انهم خدوا البطوله مره واحده. ايوه هذا شيء غريب. لكن عندهم حته لو عرفت تتعامل معها تكتيكيا ممكن تتعبهم. دفاعهم لا مش هتكلم على دفاعهم ضعيفه مش ضعيفه، هم إيه؟ ما بيدوش فرصه اصلا انك انت تروح للدفاع بتاعهم يعني. هم انت بتقعد تجري وراهم مأجرين الكورة. ايوه مأجرين الكورة، انت بتقعد تجري وراهم. صحيح. حلق حوش واحد هناك، الحق واحد مش عارف ايه، الحق في واحد طالع من تحت، الحق حاسب مش عارف ايه كده. ايوه صحيح. التعامل معاهم بقى ازاي حضرتك بتقول؟ تكتيكيا بقى تعبهم، تقف وقفة صحيحة، مساحات ضيقة، تقف صح، تقابلهم من بدري، تستعمل استحكامات الظاهرين ما تفتحش مساحات. هذا الفريق لو فتحت معاه مساحات يعني هتزعل صحيح. جدا يعني. طيب خليني بسال حضرتك على المواجهه المرتقبه بين الاهلي والزمالك في السوبر، انا عارف ان حضرتك مسافر ان شاء الله باذن الله باذن الله. طيب شايف اللقاء ده ازاي من وجهه نظرك؟ ماتش صعب، اوزاريو اهلي وزمالك اهلي وزمالك يعني ريال مدريد وبرشلونه يعني. ما تقوليش بقى مين ريال مدريد ولا برشلونه؟ لا انا عمري اسال السؤال ده. اه وبعدين اسال السؤال ده بس مش دم تقيل قوي كده يعني. يعني انا دم تقيل مش قوي كده، تلاقي ده يكسب مره وبعدين ده يكسب يعني كده يعني. انما الاهلي في حاله كويسه، الزمالك يعني مستواه طلع شويه مع الراجل الجديد، واللي عاجبني فيه
اوساريو ده انه مش سيبك من السي في ان هو درب المكسيك ودرب باراجواي، يعني مش ده المهم. المهم انه اولا تعلم تدريب في امريكا الشماليه في الولايات المتحده الامريكيه، راح درس، راح جامعه يعني، وراح جامعه كمان في انجلترا، وكافح عشان يبقى مدرب، واهتم وقابل المدربين، وتعلم من اليكس فيركسون، وتعلم من مدربين من فرق انجليزيه، وراح حضر معايشات لبرايتون وايفرتون ومجموعه من الفرق الانجليزيه، واحد بعدين من اولاد او من ابناء المدرسه اللاتينيه، فالمزيج ده كله اداله افكار. الافكار انه كمان عايز يعمل حاجه. الراجل ده اشتغل في التدريب كمان لما خبط على باب حد وقال له انا عايز فرصه. يعني هو جاي للزمالك مش اعاره يعني. يعني مش سبوبه. جاي عايز يشتغل، عايز يعمل حاجه يعني. في ماتش دي اكتر حاجه عجباني في اوساريو، في ماتش سيراميكا كليوباترا الراجل ادانا ملمح عن شخصيته شويه. طبعا يعني غير اربعه مره واحده في الشوط الثاني بدايته، مراكز بمراكز، كلها مراكز بمراكز، بيلعب بطريقه على ما يبدو كانت تناسب سيراميكا. وهو قال كده، سيراميكا كان فريق جامد وكويس، وهو نفسه قال انا اتعلمت من اليكس بيركسون ازاي اعمل التغييرات وتوقيتاتها، وازاي كمان اعمل الروتيشن يعني. وبعدين غير بعض المراكز يعني. من ضمنها ان نيمار، انا لما شفت نيمار لاول مره كان بيلعب في الجناح الشمال، كنت معجب بيه جدا. يعني المهاره بتاعته الدفاعيه اقل من المهاره بتاعته الهجوميه، فانت لما تستفيد بلعيب هجوميا بالمهاره اللي عنده اللي انت شايفها كمدرب يعني اكتر من الدفاع، يبقى مش ده اي حد بيعرف يستخدم المصطلح اللي حضرتك قلته ده. مش اي حد بيعرف يستخدم المصطلح اللي حضرتك قلته ده، لانه الناس دايما، حضرتك بتقول المهاره الدفاعيه والمهاره الهجوميه، الناس دايما بتعتبر ان كلمه مهاره يبقى هجوميه، دفاع انت ما عندكش مهاره. لا يعني، لكنه الدفاع، في مهاره في الدفاع زي ما في مهاره في الهجوم. بس بالنسبه دي يعني من يعني مالديني من معجزاته انه ما كانش بيعمل تاكلينج كتير. كان بياخد الكوره بالتوقع ومن غير تاكلينج. بالمناسبه ابراهيم يوسف الله يرحمه كان من اعظم مهاراته كابتن اشرف قاسم، انه واشرف قاسم طبعا ربنا يشفيه ويعافيه، الناس الكبيره يعني، وسامي الشيشيني والمجموعه دي، وحسن كان في الرايق بيعرف يستخلص كورته ازاي بذكاء، ازاي تستخلص الكوره من غير تاكلينج، من غير ما تضرب يعني، في غير احمر من غير كارت احمر. في بعض الناس بتقول اللعيب لما بيضرب وياخد تاكلينج وبتاع، يا سلام على الرجوله. لا، ما هي الرجوله دي ممكن تبقى فاول على ال 18 تلبسني جون جوه، تدفعني جون، تدفعك جون. صحيح. فمالديني من عبقريته ان هو بيعرف، ده جزء من مهاره المدافع يعني. صحيح. طيب على جانب الـ 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 الفنيات يعني، اوساريو احنا قلنا 4-1 4-1، وكولر متفوق 4-3-3، متفوق على الزمالك خلال المواجهات اللي عنده صناع لعب مش صانع واحد لعب. هل تتخيل انه ممكن خوان حاجه مهمه جدا، ماشي، ما انا جاي لك اهو، ما تعداش دي. لا لا، ما انا جاي لك. طيب. هل تتخيل انه خوان كارلوس ممكن يلعب بطريقه 4-1 4-1، ولا يقلق من فكره ان الاهلي عنده زخم في نص الملعب وزخم من مفاتيح وصناع لعب مختلفين في الملعب كله؟ ما فيش انا بقى من انصار المدرب اللي بيلعب بكذا طريقه، مش بكذا طريقه، على حسب المنافس اللي قدامه، وعلى حسب كمان اهميه المباراه، وهو عايز يعمل المباراه، الحاجات دي كلها. انت بتلعب مباراه لازم تكسبها، لان ده ما هوش تجميع نقط يعني. صحيح. اعتقد انه هيغير 4-1 4-1، اعتقد يعني. والا اذا حتى لو 4-1 4-1، انت بتحرك اللعيب ازاي لما تبقى الكره معاك، لما تبقى الكره بتفقدها في موقف دفاع. هو يعني الناس فاهمه، مش الناس على فكره فاهمه كويس يعني. يعني 4-1 4-1 لما انت تفقد الكرة هتبقى مش واحد اللي واقف، لا ده ثلاثة. صحيح. يعني او 4-4 او 4-5-1 في موقف الدفاع. مش شرط انها تبقى، مفيش حاجة اسمها واحد واحد، لا لا طبعا يعني. صحيح. طيب هي مجرد تكوين، التكوين ده بيتحرك باستمرار وبيختلف يعني رقميا يعني. عندي سؤال في فكره بقى مفاتيح اللعب الكتير اللي بقت موجوده في الاهلي مؤخرا. يعني فتره من الفترات كان باين قوي ان مفتاح لعب الاهلي عند علي معلول مثلا، لكن دلوقتي الاهلي بقى عنده مجموعه من مفاتيح اللعب، حتى كمان نص الملعب بقى فيه صناع لعب يعني. انا بتكلم على وقت.
عندك وقت اعدهم لك؟ عندي وقت. عندي حسين الشحات. احنا مأجرين النهارده. دفعنا ايجار. لا حسين الشحات طبعا علي معلول مفتاح لعب. ماشي. هاني مفتاح لعب. حمدي فتحي مفتاح لعب. مروان عطيه مفتاح لعب. بيرسي تاو مفتاح لعب. انا قلت كام واحد؟ ديانج كمان كده 8. ثمانيه. على عد حضرتك. ايوه طبعا. وكل واحد منهم بيعمل دور، وبيعمل دور هجومي ودور دفاعي. وده حاجه يعني الاهلي بيهاجم من اليمين وبيهاجم من الشمال. بيهاجم كمان من العمق. وبيهاجم بتمريرات طويله. وبيهاجم كمان بسبرنتات قصيره باختراقات من حمدي فتحي او السوليه لو كان فت يعني. حتى ديانج بقى ده في ماتش اللي فات كان ديانج بيخش في الوينج رايت في الجناح. ايوه كتير. واحنا شفنا قبل كده ديانج بيخش في الجناح. ده ديانج معروف عنه ان هو الستاره الحديديه يعني في دفاع الاهلي. لا كل دي تكتيكات بيبقى واخد تعليمات احيانا كمان بالاختراق بالطريقه بتاعته. هو عنده طريقه اختراق معينه كده. ايوه طبعا. حط كرة تحت رجله ويجري بيها كده بالظبط كده. تمام. مش بيخترق بسبرنت من غير كوره. بيخترق بالكوره. بالكوره. فده برضو المدرب شايف ان الاختراق يعني ايه؟ يعني حسين الشحات ما يقدرش يعمل المسافه دي كلها مثلا بالكوره. لكن ديانج بيعمل ده بالكوره لانه قوي جدا، والالتحام معاه بيبقى صعب تستخلص منه الكوره. عشان كده مسموح له نجري بالكوره 20 متر 30 متر. صبحي ولا عواد في حراسه المرمى في الزمالك؟ صبحي اللي بيلعب. صبحي اللي بيلعب. طبعا. طبعا انا اعتقد كده يعني. انت عارف رايي في حكايه حارس المرمى. حارس المرمى اللي بيلعب يبقى هو الحارس الاول، ونمره واحد هو نمره واحد فيه، بعد كده نمره اثنين. صحيح. استاذ ضحاك نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع على التقييمات وعناوين المستكاوي. فخليكم معانا. طيب. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم في جمهور الثالثه، ومع ناقدنا الرياضي الكبير استاذ حسن المستكاوي. وحضرتك حطيت عنوان لمباراه الاهلي والرجاء. الممكن، وهاتوا لنا العنوان يا شباب. الاهلي يلعب بخطه الممكن امام الرجاء. الواقعيه اللي الاهلي تعمل بها معنا. يعني تقريبا نفس المعنى تقريبا مثلا. يعني يعني بس الممكن دي كلمه يعني عايزه شرح واسع شويه، لكن خلينا نقول ان هو ممكن على حدود الامكانيات. تقص كده. يعني كان لازم انا كنت اتمنى ما يبقاش الممكن بس يعني. ماشي الكلام. نروح للتقييمات، الفقره المنتظر. حلو 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 اللي حصل ده. دي واحده ورقه وقلم. لا النضاره. النضاره. اوكي. محمد الشناوي كام من 10؟ فين السسبنس؟ بيومي فين المزيكا؟ لا انت كل مره بتفكرهم بالمزيكا اهو. كم من كم؟ 7. 7 من 10. ماشي اللي بعده. 7 عشان ما شالش حاجات خطيره قوي زي الماتش الاولاني. ماشي. الماتش الاولاني اللي في القاهره كان ياخد 10. علي معلول 7.5. 7.5. محمد عبد المنعم 8. اوكي ياسر ابراهيم 8. 8. هو اللي فات ده يا جماعه ما كانش ياسر ابراهيم. ثانيه يعني. واحده بس. اللي فات ده كان رامي ربيعه. ماشي كده الكلام. وانتوا حطيتوا عليه ياسر ابراهيم، فهاتوا لنا صوره ياسر ابراهيم علشان هنعيدها تاني. يلا ياسر ابراهيم 8. 8 من 10. حق اللعيبه تاخده. محمد هاني 7.5. 7.5. حمدي فتحي 7.5. 7.5. اليو ديانج 7. محتارين الناس في اليو ديانج، اللي يشوفه كويس قوي واللي يشوفه نص نص. انا عارف انهم محتارين. يعني مفيش وقت عشان نشرح بس. ماشي. انت زنقني. اللي بعد مروان. مروان عطيه 8. 8. جوده كويسه قوي مروان بصراحه. طبعا طبعا. يعني ماشي. اللي بعد حسين الشحات 6.5. 6.5. حسين ما تحلقش شعرك يا حسين، ظبطة الشعر ديت ظابطة معاك، ما تحلقوش يا حسين. كهربا 5.
جاي بس مش حاجة. كنت تتكلم على الدور الدفاعي اللي كان بيقول عشان كده واخد 5. ماشي. عايز اقل تقييم. ماشي. بيرستاو 6.5. 6.5. ماشي. مارسيل كولر 7. 7. ماشي. نروح بقى هاخد بس منك تقييم ليه بما ان احنا على اعتاب ماتش اخوان كارلوس اوسوريو وفقا يمكن لمباراه سيراميكا كليوباترا يعني. اذا كان في ملمح عايز تديه. الملمح ان هو غير في بعض المراكز. عمل تغيير بدري. انا قلت انا مش بتكلم على السي في. عجبني ان هو يعني درس هنا ودرس هنا وجمع 7 عشان مش عايز اطول. انا عارفك انت مستعجل. لا مش مستعجل. انا هسالك بس على موضوع ديانج. قول لي كان قول لي حاجه من وجهه نظرك ليه الناس متلخبطه. وده اخر سؤال خالص واختم. بص الناس متعوده ان ديانج ما حدش بيفوت منه وان كل اشتباك هو لمصلحه ديانج. حاليا مش كل اشتباك لمصلحه ديانج. يعني ممكن واحد يبقى بيلتحم معاه هو اللي ياخد منه الكوره. ده فرق مهم جدا. بس ديانج مبقاش دلوقتي متخصص التحام واشتباك بس. بقى ليه ادوار تانية بتضعف احيانا الاشتباك. يعني له جمل بيعملها في نص الملعب الاخر للفريق الخصم. فلازم الناس تاخد بالها انه بيعمل دور تاني كمان. مش مجرد طارق حامد. لان طارق حامد كمان لما اتطور مع اتحاد جدة ولما اتطور المنتخب خده. طارق حامد قبل كده كان متفرغ بس للالتحام والاشتباك. وانا كنت بقول يا طارق لازم تطور نفسك. طارق طور نفسه. كولر طور من حركة او تحركات ديانج. عشان كده الناس متلخبطة شوية. واخد ان هو كل شوية بياخد الكرة وخلاص. استاذ حسن شرفتنا ونورتنا. خدت بالك يعني وضحت ولا مش واضحة؟ واضح. لو مش واضحة بجد قول لي. وكنت وحشنا جدا جدا. الله يخليك. بشكر حضرتك. شكرا جزيلا استاذ. شكرا. دي كانت حلقتنا النهارده. بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. وبشكر في العمل بالكامل. نشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله. تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.